قامت الهيئة الوطنية للإعلام اليوم احتفالية باستوديو 45 بالإذاعة المصرية تحت شعار يوم الوفاء لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي في بيتهم الإذاعة المصرية، وذلك تقديرا وعرفانا لدورهم الرائد في العمل الإذاعي ولما بذلوه من جهد مخلص في تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي وفي تقديم رسالة إعلامية تنموية توعوية للمواطن المصري. أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه وتقديره لأجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا إعلاما هادفا قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري. وأثناء هذه الاحتفالية قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتسليم دروع التكريم لرواد العمل الإعلامي وتكريم عدد منهم.